الاول كده عشان نسخن. احنا ان شاء الله الحصه النهارده المفروض الشرح ساعه وربع، هنكمل المذكره والداتا شو ربع ساعه، يعني باذن الله الساعه 5:30 7 بالظبط هنكون ماشيين ان شاء الله. الاول بقى عشان نسخن كده طلعوا لي صفحه 10، يعني هنبتدي بصفحتين سهلين عشان نسخن وبعد كده بقى نبتدي بالحاجه الثانيه. صفحه 10 اللي احنا خدناها قبل كده. بص دلوقتي يا حبايبي، احنا عندنا لو انتوا فاكرين احنا قلنا ان احنا بنقسم الاورجنز اوف لينفاتيك سيستم لنوعين، حاجه اسمها برايمري لينفويد اورجن وحاجه اسمها سكندري لينفويد اورجن، صح؟ فكروني بقى هو يعني ايه برايمري لينفويد؟ بيتم فيها كم حاجه؟ ايوه حاجتين. اول حاجه ديفلوبمنت اوف اميون سيل، وتاني حاجه ماتيويشن. الله يدور عليك. طبعا هقولكم النهارده يعني ايه ماتيويشن. طيب قولوا لي بقى مين هما البرايمري لينفويد اورجن؟ ايوه البون مارو والصيد. جميل، حلو قوي. السؤال بقى البون مارو بيتم فيه الاثنين فانكشن ولا لا؟ اول حاجه نفتكر البون مارو فيه الخليه الام اللي اسمها بلوري بوتنت ستيم سيل اللي هو بيتفرع عنها كل الخلايا. الكتاب بقى مقسمهم ايه؟ على حسب موقعها. فاحنا عندنا مين اللي كانوا في البلاد اساسا؟ اللي هم الايوزينوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل والمونوسايت، دول في البلاد اساسا. طب ومين اللي في التيشو اساسا؟ ماكروفيج ودندريتك ومصر. ومين اللي متوزعين ايكوال بين الاثنين؟ الثلاثه لينفوسايت اللي هم البي والتي والناتشورال. جميله. طيب الفانكشن الثاني بتاع البون مارو ماتيويشن اوف ايه؟ اوف بي سيل. واحنا فاكرين احنا قلنا مسمينها بي عشان بون مارو. طيب تعالوا بقى للساينس، ها الفانكشن الوحيد بتاعها ايه؟ ماتيوريشن اوف تي. اسم الله عليكم. طيب الاول بقى اقول لكم محدش يفهمني هو يعني ايه كلمه ماتيوريشن. ماتيوريشن معناها تتحول لخليه تقدر تتعرف على الانتيجين، يعني تتحول لسيل which can recognize الانتيجين. قولوا لي هو مش المفروض البي والتي دول هيطلعوا عشان يقابلوا الانتيجين ولا لا؟ فبيحصل كلمه ماتيوريشن يعني هيكتسبوا القدره انهم انهم يتعرفوا على الانتش. وبالتالي بقى همليكوا جمله تلخص كل الايه؟ كل الصفحه. قبل ما امليها لكم انا همليكوا اقول لكم ايه؟ قولوا لي البي سيل اللي طالعه من البون مارو بتبقى اوريدي ماتيور ولا لا؟ ويعني ايه كلمه ماتيور؟ يعني تقدر كان ريكوجنايز الانتش. طب الكلام ده لايك تي سيل ولا ان لايك تي سيل؟ ان لايك تي يعني تي تبقى طالعه من البون مارو اماتيور، بيحصل لها ماتيوريشن فين؟ في الصيف. اكتبوا بقى الجمله دي كده في اي حته في صفحه 10 او في ظهر الصفحه، اكتبوا. لا لسه احنا بادئين بالصفحتين السهلين الاول، يعني بادئ ب 10 و بعديها 11 ونخش بقى على اللي قبل كده. بصوا اكتبوا بي سيلز، بي سيلز released from bone marrow B cells released from bone marrow are already mature. بين قوسين كلمة mature معناها بين قوسين can recognize antigen. ونقفل القوس نكمل الجملة بقى. Unlike T cell، عكس T cell، Unlike T cell، لأن T cell بتبقى طالعة immature ويحصل لها maturation في الصايمس زي ما هنقول بالتفصيل الحصة الجاية إن شاء الله. طيب، إيه اللي بالصفحة؟ دكتور معلش أنا أقرأ تاني، هو حضرتك ليه حاطط الليمفوسايت مرة في البلاد؟ الكتاب عاملها كده، يعني أنا الود ودي أحطها في البلاد بس، في التيشو البلاد بس، هي دي كانت كده فعلا، بس للأسف الكتاب الزبالة بتاعكم حاططها كده، واخدين بالكم؟ لكن هو المفروض إيه؟ حاجة في البلاد لوحدها، وحاجة في التيشو لوحدها، وحاجة في الاثنين، اللي فيكم يطلع الكتاب هيلاقيه حاططهم الاثنين. وعلى العموم بص يا كوتي ده ام سي كيو، يعني الصفحة دي عمرها ما تيجي في الريتن، فلما في الريتن يقول لك قصدي في ام سي كيو يقول لك الليمفوسايت موقعها فين؟ هي بلاد وتيشو محطوطة، ماشي؟ يعني الصفحة دي كلها ام سي كيو فقط. بص بقى نخش على السكندري ليمفويد بورج. هنا بقى السكندري ليمفويد اورجن وظيفتهم مختلفة عن البرايمري تماما، ليه بقى؟ بالبلدي كده السكندري ليمفويد اورجن هي الكافيتيريا
اللي بيتقابل فيها الاميون سيل. يعني هي السايت اوف ميتنج اند انتر اكشن بتاع الاميون سيل. ليه بقى يا جماعه؟ عشان يبتدي الاميون ريسبونس هناك. يبقى السكند ليمفويد اورجان الديفينيشن بتاعها سايت اوف ميتنج اند انتر اكشن اوف اميون سيل عشان يبتدي الاميونيتي زي ما هنشوف. طيب يبقى هنا هل في حاجه اسمها ماتيوريشن؟ هل في حاجه اسمها ديفلوبمنت؟ اطلاق الفانكشن هنا مختلف عن البرايمري ليمفويد. تمام. طب مين هم بقى السكند ليمفويد اورجان؟ ثلاثه سمعت عنهم في الريسيرش: ليمف نود وسبلين ومالت. مالت ده اسم من الصفر. بص بقى فاكرين المالت دي ليها اختصار ايه؟ ميوكوزال اسوشيتد ليمفويد. طيب واحده واحده بقى تعالوا نقارن بين الليمف نود والسبلين. اول حاجه من ناحيه السيلولار كونتنت، مش احنا قلنا ده المكان بتاع انتقاء الخلايا ولا لا؟ مين الخلايا بقى؟ ماكروفيج ودندريتك والليمفوسايد بجميع انواعها بي وتي وناتشر كده. يعني مستحيل تلاقي فيه ايوزينوفيل هناك، مستحيل تلاقي فيه نيوتروفيل. كان هيقول لي بقى ملاحظين الخلايا دي هي انهي نوعيه؟ المفروض تبقى في البلاد ولا في التيشو؟ في التيشو بالظبط. يبقى اكتبوا على السيلولار كونتنت هنا، على السيلولار كونتنت دول تيشو سيلز، يعني دول اساس يا اما 100% تيشو يا اما 50% تيشو اللي هم الليمفوسايت. يبقى دول تيشو سيلز. طب السؤال بقى ما هي الفانكشن بتاع الليمف نود والسبلين؟ احنا قلنا ميتنج. طب ميتنج بقى يعني ايه كده؟ بص الكتاب بقى كاتب حاجات يقول لك ايه؟ يقول لك والله الاسبلين ده بيشتغل كاميونولوجيكال فلتر للبلد، والليمف نود يقول لك والله بيحصل فيها حاجه اسمها سامبلنج للليمف. بصوا الكلام القرف ده بقى سيبكم منه، احنا يهمنا الخلاصه ببساطه. انا الاورجانيزم اللي بيدخل جسمي يا اما هيدخل لي عن طريق البلد يا اما هيدخل لي عن طريق الميكوزا اللي هي التيشو. لو دخل لي عن طريق البلد سيتم القضاء عليه في الاسبلين، يعني هيروح لغايه الاسبلين ويقضى عليه ده. عشان كده بقول لك الاسبلين ايه؟ بيسموه اميونولوجيكال فلتر بلد. هو ببساطه هو السايت اللي هيحصل فيه ديستراكشن للاورجانيزم اللي بتدخل من البلد. تعالى يا ابني في ايه؟ قول انت كنت حاجز فين؟ اطلع يا ابني اطلع وخلاص، ما احنا قليلين يا ابني. كنت حاجز وخدوا مكانك ولا حاجه؟ لا هو مكان. طب يا حبيبي اقعد يا وهنا عندكم غية تقفلوا الممرات. ان شاء الله يكون العدد 10، لازم الممرات تتقفل، يعني الكرسي ده خلاص. البلاطة دي هي دي اللي هتقفل معاك. هو لا مش هقول انت يا بقى اي حد هو. انا كنت زي كده والله. لا والله ما احنا عددنا قليل اهو، يعني اصلا مش محتاجين نقفل الممرات ولا حاجة. يلا يلا خلاص يا حبيبي بص. يبقى تاني عندما يدخل الاورجانيزم البلاط سيتم القضاء عليه في الاسبلين. العكس بقى شوفوا عطلتونا ازاي. عندما يدخل الاورجانيزم في الميكوزا يعني في التيشو. قولوا لي مش انتوا سمعتوا عن حاجه اسمها الليمفاتيك درينج ولا لا؟ مش في حاجه اسمها الليمفاتيك فيسل؟ فالاورجانيزم هيخش في الليمفاتيك فيسل لغايه ما يوصل في الليمفيوم، يعني سيتم القضاء عليه في الليمفيوم. يبقى تاني الفرق بين الاسبلين والليمف نود توزيع ادوار. اورجانيزم دخل لي عن طريق البلاط هيروح للاسبلين، اورجانيزم دخل لي عن طريق التيشو يروح للليمف نود بواسطه الليمف. هو ده تلخيص اول فانكشن. الفانكشن الثاني بقى مهم جدا قوي. قولوا لي طب الاورجانيزم هيروح للاسبلين والليمف نود عشان يعمل ايه بقى؟ قولوا لي مش احنا اتفقنا ان الماتيور بي والماتيوتي اصبح عندهم القابليه انهم يتعرفوا على الانتيجين ولا لا؟ طب هيتعرفوا عليه فين؟ في الليمف نود والسبلين. يعني هيروح الماتيور بي والماتيوتي للليمف نود والسبلين عشان يحصل لهم اكتيفيشن بالانتيجين بتاعهم فيتحولوا الى حاجه اسمها افكتور سيل. انتوا عارفين كلمه افكتور يعني اكتف. واحد يقول لي طب ما تدينا مثل كده هو يعني ايه افكتور سيل؟ قولوا لي البي سيل المفروض تطلع انتي بودي فبتتحول للافكتور اسمه بلازما.
يعني البلازما هي الافكتو بتاعت البيت، والتي برضو بيها افكتو، كل ده هنبقى ناخده بعد كده. يبقى الافكتو هي الاكتف سيل. ببص بقى في الايه، في تاني فانكشن لو سمحتوا في الجنب مكتوب سايت اوف ستيميليشن او بي اند تي. قولوا لي البي والتي دول ماتيور ولا ان ماتيور؟ ماتيور، فهم لازم يكونوا بيتعرفوا على الاكشن، فاكتبوا تحتيها بين قوسين ماتيور تحت كلمه بي وتي. طيب يحصل لهم ديفرنشيشن انتو افكتو، ها افكتو معناها ايه؟ اكتف بالظبط. واكتبوا اكزامبل للافكتو بلازما سيل، اكتبوا اكزامبل جنب الافكتو بلازما سيل. جميل. هم دكتور بروماتيور رقم بس عشان يتعرفوا على الانتج. اه كنت هناخده بالتفصيل بعد كده. فا نعم. لا ما احنا هناخد كل ده. انا حتى ما كنتش المفروض اقول لكم البلازما دلوقتي، انا بديكي بس اكزامبل اول. هناخد بقى هو مين هم الافكت والتي والكلام ده ابتداء من الحلقه الجايه. طيب بصوا بقى تعالوا نشوف اخر حاجه اللي هي المالت ميوكوزا الاسوشيتد ليمفويد تيشو. دول كتير قوي في الجسم يا جماعه، دول يمثلوا اكتر من 50% من الليمفاتيك سيستم. عباره عن ايه بقى؟ متوزعين على حاجتين. اول حاجه ويل فورمد فوليكل، يعني بقى اورجان محترمه ويل سيركمسكرايب. زي ايه؟ سمعت عن التونسل؟ ما التونسل دي مالت، وبعدين حاجه اسمها ادينويد، عارفين ادينويد اللي هي اللحميه، وبعدين في الانتستين في حاجه اسمها بايرز باتشز، وبعدين الابندكس الزايده، كل دول اسمهم ويل فورمد ليمفويد. النوع الثاني بقى من المالت يبقى ديفيوز، يعني مش على اي حاجه كده تقدر تمسكها، لا ده ديفيوز. وهنا بقى موجودين في كل الميكوزا، يعني في الريسبيراتوري تراكت ميكوزا تلاقي، في الجي اي تي ميكوزا تلاقي، في الجينيتو يورينري ميكوزا تلاقي، جي يو دي انت عندكم حاجه اسمها جي يو تي اختصار جينيتو يورينري، لان في ناس قالت لي مش عارف الاختصار ده ما هوش عليها قبل كده. جي يو تي اللي هي جينيتو يورينري تراكت. اه طبعا طبعا. اه والله العظيم. بس على فكره الصفحه دي ام اس كيو بس، احنا قلنا الليمفويد اورجان دي كلها ام اس كيو. طيب طبعا اتصلح طبعا. طب ايه رايكم بقى نراجع الليمفويد اورجان من رسمه؟ انا سالكم انتوا تردوا عليه، طلعوا لي الورق اللي ملاهم صفحه 5 بسرعه كده. فوق على اليمين. تحت في الباب. قولوا لي الشاب الوسيم اللي عندكم ده اول حاجه المادة الحرارية بنتي اول ما بيديها. يعني المهم لو انا لو مش امينه كنتش رجعتيها. خلاص يا مها، لو كانت فلوس ما كنتش رجعتيها، لكن الروايه يعني لو كانوا 100 جنيه ولا حاجه كنت ضربت عليهم. يا مها اقعدي ساكت. بص قولوا لي من فوق لتحت التونسل دي برايمري ولا سكند؟ طب والادينويد؟ سكند. طب والسايبس؟ برايمري. طب والليمف نود والسبلين؟ سكند. طب والبايرس باتشز؟ برضه سكند. ده مالت ولا ايه البايرس باتشز دي؟ اه. طيب على الشمال بقى على الابندكس ايه؟ طب البون مارو. واخر حاجه بقى بصوا الليمف نود اللي على اليمين، مش في ليمفاتيك فيسل داخل عليها ولا لا؟ مش احنا قلنا لو حاجه في التيشو عن طريق الليمفاتيك فيسل تروح للليمف. يبقى في الاخر تحفظ لي سامبل برايمري، واي حاجه ثانيه تبقى سكن. بون مارو وسايلس هم برايمري، وبعد كده اي حاجه تبقى سكن. جميل؟ اصل بقى صح صح. واللي كان بياكل خلص، اللي كان بيشرب خلص شرب، نبتدي بقى في المهم. طلعوا لي بقى صفحه 6. ثم اهم صفحه النهارده 7. شوف كده افكركم 6 عشان نبتدي صفحه 7. بصوا دلوقتي لو انتوا فاكرين يا حبايبي، احنا قلنا الانيت اميونيتي كانوا 5 كومبوننت. صح؟ اخر 2 كومبوننت كانوا هما اللي كانوا بتوع القتل. فكروني كانوا مين ومين؟ ايوه شاطرين، الفاجوسايتوزس بالظبط والاكسترا سيلولار كيم. اسم الله عليك. طبعا الاهم على الاطلاق الفاجوسايتوزس. طبعا اتكلمنا الحصه اللي فاتت عن الفاجوسيتك سيل، صح؟ بصوا في الجدول ده اسالكم، قولوا لي كام فاجوسيتك سيل عندنا؟ 4 اللي هم نيوتروفيل مونوسايت ماكروفيل بلينجر. حلو قوي. مين فيهم اللي في البلاد؟ نيوتروفيل ومونوسايت. ومين فيهم اللي في التيشو؟ ماكروفيل ودلتين. طيب قولوا لي الجرانيول اللي جوه الماكروفيل والنيوتروفيل اسمها ايه؟ جرانيول.
لايزوزوم لا جرانيول او يبقى لايزوزوم صح. تحتوي على مواد قاتله ولا لا؟ اللي هي اللايزوزايم والالاستيز والكولاجينيز والديفنسين بالنسبه لايه؟ للنيتروفيل. جميل. طيب قولوا لي الفانكشن بتاعهم كلهم فاجوسايتوزيس ولا لا؟ اما مين فيهم اللي بيعمل انتيجين بريزنتيشن؟ الماكروفاج والدندريت. هو يعني ايه انتيجين بريزنتيشن؟ يعني بعد ما موت الاورجانيزم اخد الانتيجين بتاعته واروح اعمل اكتيفيشن للتي سيل، وهناخدها بالتفصيل بدأنا الحصة الجاية. مش ده بقى تلخيص اللي قلنا؟ اللي هو الصفحة بقى هنبتدي دلوقتي ناخد خطوات الفاجوسايتوزيس. دكتور معلش، هو اشمعنى الاستيميليشن بيبقى للتي بس مش دي؟ هنعرف هنعرف يا حبيبي والله، كل ده كودي من الحصة الجاية هنبتدي نعرف. ماشي؟ من الحلقة الجاية اسم الله عليك يا اخويا. بس طيب السؤال بقى، عايزين نعرف خطوات الفاجوسايتوزيس. ايه رأيكم بقى؟ هعمل لكم دلوقتي من خلال ياسر نظرة عامة على الفاجوسايتوزيس، فطلعوني معلش بحتاج الورق الملون صفحة صفحة 2 ياسر، كنا قلناها قبل كده في الانفلاميشن دي بقى نظرة عامة على الفاجوسايتوزيس لغاية ما ناخده بالتفصيل. كله بقى يبص في الورق يا جماعة، الرسمة صفحة 2. دلوقتي بقى احنا هنصعد مع بعض، همشي من اليمين للشمال. دلوقتي الراجل ده جال ووند، وابتدت الووند تبقى انفكتد بالبكتيريا السودا. طبعا مين بقى؟ متى البكتيريا اخترقت الووند؟ مش كده يبقى اخترقت الميكانيكال والكيميكال بارير والفلورال في السكين، لانها خلاص ابتدت تبقى فين؟ سابكوتينيوس. بالظبط. طب بصوا بقى بيحصل ايه؟ دخلت البكتيريا على السابكوتينيوس تيشو، صاحب السيريال تيشو. اول خليه هتقابلها الماكروفاج اللي هي الفايلوت اللي تحت. مش في التيشو في ماكروفاج ودندريتك ولا لا؟ والدندريتك زي الماكروفاج. بصوا بقى عملت ايه؟ الماكروفاج بلعت بكتيريا، لكن ملاحظين ان عدد البكتيريا ايه؟ مهول. يعني الماكروفاج اللي في التيشو لوحدها مش هتقدر ترضي عليها. فالحل ايه بقى؟ الماكروفاج دي هتطلع سيتوكاين اللي هي الفايلوت. فاكرين الانفلاماتوري سايتوكاين اللي هي تي ان اف الفا و1 و6 والكيموكاين اللي هو انترلوكين 8. دي بقى يا حبايبي عشان اشد النيوتروفيل الزرقاء من البلاد فيسل، عايز اطلع اكبر قدر ممكن من النيوتروفيل للايه؟ للتيشو، عشان تبتدي تبقى. ده الاوفر فيو اللي هنتكلم عليه. سهل جدا يا جماعه. طيب ابتدوا بقى طلعوا صفحه 7، وفي نفس الوقت تطلعوا لي صفحه 3 من الرسومات، بس ما تبصوش فيها الا لما اقول لكم. يلا كله بقى يبص. انت هتسالي، اكتبي سؤالك لان انا متاكد بعد ما اخلص هتكوني فاهمه، بس اكتبيه عشان ما تنسوش. ماشي؟ واوعدك لو ما كنتيش فاهمه بقى ساعتها تسالي سؤال عادي. يلا. وحتى انا اكتشفت ايه بقى؟ ما انتوا كام؟ انتوا رابع مجموعه. ان هتفهموا دلوقتي حاجات ما كنتوش فاهمينها قوي في الباسونج، واخد بالك؟ يعني لو ركزتوا هتعتبروا الجزء ده جزء من الباسونج. هتدرسوا باسونج يا حبايبي؟ ده انا ما كنتش بكره في حياتي الا هيستولوجي وباسونج. ربنا يطمنك. الهيستولوجي ده كان ده اللي خلاني اسيب الكليه. ليه بقى؟ في اولى كنت جايب 55.5%، يعني مرفوع. النجاح كان من 60. كنت جايب المواد كلها امتياز وكنت هسقط باسونج، واخد بالك؟ قصدي هيستولوجي. والباثولوجي بقى عملت مجهود كبار وجبت 75% بالعافيه، جيد حوك، جيد جدا قصدي على الحوك. فدول يعني مادتين في حياتي اللي كان اخويا سيب الطب. وايه كنت سيب الطب؟ لسه فيها. لسه فيها؟ كده مش كنت قلت لكم كنت عايز اطلع كوافير ولا زمان بقيت كده؟ والله ما علينا خلاص بقى. لسه فيها ايه يا بابا؟ خلاص. شعر ويع. شعر ويع؟ يا مهدي. طب ده كويس، هبعتي لك بقى عشان تحكي لي. شعر ويع برضه شاب غصب عنك، ايه رايك بقى؟ ماشي يا مهدي ماشي. هو الشاب لحد 45. مش هقول لك انا جنبه، والنبي لو عملته. مش عايز اعرف. والنبي لو دخلت على جوجل وكتبت علاء مايكو ادخلوا على جوجل، اكتبوا علاء بكتيريا وعلاء فارما وشوفوا المعلومات هتطلع ازاي. فاكرين انا بهرج؟
طب نروحوا نكتبوا جوجل سيرش، ولو طلعت انا كذاب يبقى عندي في البريك دلوقتي يا جماعه. طب فاكرين انا بدرس؟ بس جربوا المهم خلاص خلاص. اللي فيكم هيجيب نمرة كويسة في الامتحان الجاي هقول له على سني بالظبط. اه واملاكي وكله عشان لو عندك عروسة ولا حاجة. بس طبعا اللي بيتجوز مرة عمره. لا يا اخويا خلاص. نعم؟ اللي هياخد الفول مارك هياخد 100 جنيه. واللي واخد 18 و19 50 جنيه. وهشوف بقى حبيبي. و17 هنشوف. هدي. اللي تحت خمسة بقى هيدفع ال 100 جنيه. واخدين بالكم؟ هقول لكم النتيجه ان شاء الله يوم الاحد الجاي. لا طبعا مش كل الناس، النتيجه هتبقى عند احمد. انا هقول احسن ناس والبرسنتج بتاع الامتحان عشان تعرفوا مستواكم ايه. طيب المهم خلاص يلا بصوا دلوقتي. ها طلعتوا صفحه 7 يا حبيبي. القصه بدايه القصه انا قلت قولوا لي دخلت لك بكتيريا تغلبت على اول باريير. فاكرين الباريير اللي هو ايه؟ الميكانيكال والكيميكال والنورمال فلور. وصلت للساب ايبيثيليوم. ها مين اللي هيقابلها؟ الريزيدنت ماكروفيج ودندريتك سيل اللي هم في التيشو. طيب حاجه بقى قلناها قبل كده. طب افرض البكتيريا دخلت لك باي بلاد. فاكرين سكتها هيبقى ايه؟ سبلين. واللي هيوصلها للسبلين خلايا اللي في البلاد اللي هي المونوسايت والنيوتروفيل. لكن احنا بندرس اساسا لو البكتيريا دخلت لك في التيشو. بص بقى يحصل ايه؟ مش احنا قلنا لازم نعمل ريكروتمنت للنيوتروفيل ولا لا؟ فاكرين؟ تسحب النيوتروفيل من البلد. ازاي بقى؟ الماكروفيج والدندريتك هيطلعوني مجموعه الانفلاماتوري سايتوكاين اللي هو التي ان اف الفا وانترلوكين 1 وانترلوكين 6. دول بقى عشان يعملوا ريكروتمنت هيعملوا لي حاجتين. نمبر 1 هيزودوا الاكسبريشن بتاع حاجه اسمها ادهيجن موليكيول. وتاني حاجه هيعملوا لي فازو دايلاتيشن. الحاجتين دول هما اللي هيعملوا ريكروتمنت. واحده واحده. يعني ايه يا دكتور كلمه ادهيجن موليكيول؟ بصوا لي كده دلوقتي زي ما انتم شفتوا في اول رسمه احنا عندنا النيوتروفيل سيركوليتنج مع البلاد فلو. انا عايز دلوقتي اثبتها على الاندوثيليوم عشان اطلعها بعد كده للتيشو زي ما شفتوا. عشان تتثبت محتاج يطلع النيوتروفيل حاجه اسمها ادهيجن موليكيول، ويطلع كمان على الاندوثيليوم برضه حاجه اسمها ادهيجن موليكيول عشان دول يلزقوا في دول، ففي الاخر النيوتروفيل تلزق وتبتدي تطلع. تفسير بقى. وخلي بالكم اول مره في الكتاب يعملوا تفاصيل بالهبل على الريكروتمنت ده، وعشان كده تركزوا معايا واحده واحده كده. اول حاجه ما هي الادهيجه موليكيول؟ محدش بص في الرسمه دلوقتي. اللي هي بتطلع على الاندوثيليوم. اول حاجه عندي حاجه اسمها اي سيلكتين، وبعدين حاجه اسمها بي سيلكتين. قلت السيلكتين دي جامده قوي. وبعدين حاجه اسمها انتجرين لايجند. هو الكتاب اتكسف يقول ايكام 1، يعني هنكتشف انها موليكيول اسمها ايكام 1، لكن الكتاب بيعقدنا فيقول لنا انتجرين. هقول لكم لايجند يعني ايه بعد شويه. طيب دول الادهيجن اللي على مين؟ على الاندوثيليوم. بعد كده على النيوتروفيل بيطلع اتنين ادهيجن، واحد اسمه ال سيلكتين وواحد اسمه انتجرين. الانتجرين ده مفروض يلزق في الايكام، واخدين بالكم؟ فعشان كده بيقولوا على الايكام انتجرين لايجن. كلمه لايجن يعني الحاجه اللي هتلزق في الانتجرين، اللي هي بالانجليزي لايجن دي معناها بايندنج موليكيول. اكتبوها كلكم عشان الكلمه دي هتقابلنا كتير. عندكم بصوا على سهم الادهيجن موليكيول في الاندوثيليوم مكتوب اي وبي وانتجرال لايجن تحتيها. اكتبوا لايجن بمعناها بايندنج موليكيول، يعني حاجه تلزق في الانتجرال. بايندنج موليكيول اللي هي يا جماعه اسمها الحقيقي اي كام 1. ماشي؟ طيب هقف هنا بقى، مش هكمل من الورق
وهنكمل من رسومات الموضوع كله، وبعد كده نرجع لوقف الدقيقه. ركزوا معايا بقى، كل البص طلعوا صفحه 3. اول حاجه هتبصوا عليها الرسمه الخضراء اللي فوق على اليمين. طبعا بصوا عشان تعرفوا، انتوا مش هتحفظوا الا اللي انا هقوله بس. بمعنى ايه يا جماعه؟ انتوا عارفين ان النيوتروفيل بيطلع عليه ادهيشن بالهبل، وكذلك الاندوثيليوم، لكن اللي احنا موجود في الورق هو ده اللي هنحفظه. فتبصوا لي بقى اول حاجه على الاندوثيليوم. بصوا على الاندوثيليال اللي هي الايه الخضراء اللي تحت. ها شايفين البيس اللكتين ولا لا؟ اللي هي تاني واحده اللي هي لونها ازرق، وجنبيها الايس اللكتين صح، وجنبيها الايكام 1 اللي هي اسمها التاني انتجرين لايك بالظبط. فوقيها بقى على النيوتروفيل هتلاقي فيه على الشمال ال سلكتين اللي هي لونها بني شويه دي، وبعدين على اقصى اليمين الانتجرين لايجن اللي شبه المقص، سوري الانتجرين اللي هي المفروض تلزق في الايكام 1. طبعا انا جايب لكم الرسمه دي بقى عشان اللي يحب يعرف ايه بيلزق في ايه حبا في العلم يعني، يبقى يقراها. لكن انت اهم حاجه تلتزم بالموليكيول اللي عليه، اي حاجه مش موجوده في الورق مش هتبقى عليه. جميل كده؟ طب السؤال ده هو يا دكتور لما دول يلزقوا في دول المفروض بقى هيحصل ايه؟ بصوا لي بقى على الرسمه اللي تحتها واحده واحده كده. دي الرسمه اللي موجوده في الكتاب. فبص الاول انت كان عندك النيوتروفيل سيركوليتنج فري، حصل لها حاجه اسمها اكتيفيشن. المهم بقى اول خطوه حاجه اسمها ادهيجن. اكتبوا على الادهيجن ده لوز. لوز، انتوا عارفين يعني ايه لوز؟ يعني ممكن تفك بعد شويه. لوز ماشي؟ طيب ركزوا معايا وبصوا، لو حد فاتوا حاجه وحاسس انه مش فاهمها ولا يهمه، احنا هنعيد الكلام ده ثلاث اربع مرات، واخد بالكم؟ فمش عايز بس من كتر المعلومات اللي هقولها يتهيألك ان العمليه صعبه اطلاقا، فانا همشي بالراحه وهعيد. بص بقى ادي الادهيجن اللي فوق، شفتوه؟ بصوا الرسمه اللي تحتها بقى عشان نعرف اكشوال اديشن ده حصل فيه ايه. هي الرسمه الزرقاء. بص بقى ملاحظين يا جماعه النيوتروفيل الاولى اللي هي لازقه على الاندوثيليوم اهي دي اللوز ادهيجن. جدع يقول لي بقى عشان يحصل لوز ادهيجن هي لزقت في ايه؟ على ايه؟ على الاندوثيليوم الايس اللي مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها ايه ولا لا اللي هو لونه ايه يا حلوين؟ اصفر. وبالتالي لكي تتم هذه اللوز ادهيجن محتاج ان انا الزق على مين؟ على الايس اللي جميل؟ طيب نطلع فوق لو سمحتوا للرسمه اللي فيها. تاني خطوه اسمها رولينج. عارفين يعني ايه رولينج؟ دحرجه. بالظبط، يعني هي لزقت حاجه بسيطه وبتبتدي تتدحرج. بص بقى الرولينج تحت اللي هي النيتروفيل الثانيه. ملاحظين ايه بقى؟ عشان يحصل الرولينج لازم الزق كمان على مين؟ الفيس اللي كتير. الله ينور عليك. وفي حاجه مش عاملها الرسمه اللي تحت، مفروض كمان ال سلكتين يشتغل. واخدين بالكم؟ هو اصلا للاسف الرسمه اللي تحت العيب الوحيد اللي فيها ان مفيش عن نيوتروفيل ال سلكتين. واخدين بالكم؟ لكن هو عشان يحصل الرولينج كمان ال سلكتين اللي عن نيوتروفيل مفروض يلزق. فهنعملها حاجه بسيطه قوي. بصوا كده في الرسمه الثانيه اللي هي نيوتروفيل الثانيه. ماشي؟ اعملوا على يمينكم اي موليكيول، يعني ايه؟ تعملوا كده اي مثلث ولا حاجه على النيوتروفيل وسموه ال سلكتين وخلوه يلزق على الاندوسين باي حاجه، المهم تبقى فاهمها وخلاص. يعني الرسمه دي يعني مش هتبقى في الاندوسين. تاني يا جماعه النيوتروفيل التاني واخد بالكم؟ اظهروا عليها ال سلكتين موليكيول كده وخلوه يلزق في الاندوسين. طبعا معلش هو بيلزق في ايه، لكن انتوا لو بصيتوا على الرسمه الخضراء معروفه بيلزق في ايه. طيب بعد كده عايزه ايه يا مهدي؟ انا فاكر بتقولي نطفي التكييف ولا حاجه. بص اطلع ال سلكتين عن يوتوفي، اطلعوا بقى للرسمه الخضراء اللي فوق. قولوا لي بعد رولينج في خطوه اسمها ايه؟ استيكينج. حد عارف يعني ايه استيكينج؟ اصم الله عليك، فيرم اديشن بالظبط، تلزق. فاكتبوا على الاستيكينج فيرم اديشن. وتصحصحوا لي بقى عشان دي خطوه مهمه قوي. بصوا بقى تحت النيوتروفيل الثالثة، مش احنا خدنا التانية اللي هي رولينج ولا لا؟ الرسمة اللي تحت. النيوتروفيل الثالثة بقى دي البريبريشن بتاع الاستيكينج، لأن المفروض الاستيكينج هو النيوتروفيل الرابع. واحد يقول يا دكتور طب هو إيه اللي حصل؟ بصوا كده مكتوب على الانتجرين بتاع النيوتروفيل ده إيه؟
هاي افينيتي ستيت. واحد يقول لي امال هو الانتجرين اصلا كان ايه؟ المفروض الانتجرين كان لو افينيتي. لو بصيتوا على النيوتروفين اللي فوق على الشمال نفس الرسمه، بس اول نيوتروفين على الشمال مش اللي لازقه، لا اللي فوق على الشمال اللي كانت سيركوليتنج، مكتوب انتجرين لو افينيتي. شفتوه ولا لا يا جماعه؟ المثلث اللي هو الفايلوت ده مش النيوتروفين عاده كان الانتجرين بتاعها لو افينيتي ولا لا؟ فارجعوا تحت بقى، عشان تعمل ستيكنج لازم الانتجرين يتحول لهاي افينيتي. حد عارف بقى مين اللي حوله لهاي افينيتي؟ الكيموكاين. بصوا بقى على الرسمه من تحت، تحت الاندوسين، شايفين البقاريز الحمراء الرقاع الحمراء الصغيره دي؟ دي كيموكاين اللي هو الانترلوكين 8 اللي هو طالعه من الماكروفاج. اهي دي اللي عملت اكتيفيشن للانتجرين وحولته لهاي افينيتي. عشان كده بقى بصوا، خليكم معايا، اللي مش فاهم حاجه هبقى فاهمها لك. انتوا طول عمرنا بنقول لكم كيموتاكسيس ومحدش بيشرح هو تفاصيل الكيموتاكسيس. اهو احد تفاصيل الكيموتاكسيس، انك تحول الانتجرين من لو افينيتي لهاي افينيتي عشان تبتدي النيوتروفين تعمل الاستكنج. عملها لكم ما تخافوش، محدش كده دلوقتي. المهم بصوا بقى، مش انت كده عملت الانتجرين هاي افينيتي؟ الاول اكتبوا على الخطوه دي من فوق بريباريشن فور ستيكنج، يعني النيوتروفيل الثالثه اكتبوا عليها من فوق بريباريشن فور ستيكنج. خش يا جماعه هنرجع كل ده بعديها. بريباريشن اوفيسر، لو بتوع الباثولوجي بيشرحوا بضمير المفروض الكتاب بتاعهم كانوا هم اللي يقولوا لكم الكلام ده. طيب كتاب يعني. بعد كده كتاب يا جبان، مش الدكاتره، كتاب يا جبان. بص المرحله الرابعه، بصوا بقى المرحله الرابعه اللي هي الاستيكي، اللي هي بقى اليوتوفين الزرقاء الرابعه. ملاحظين ايه بقى؟ الانتجرين لزق في الانتجرين فايلوت، الانتجرين اللي هو الفايلوت لزق في الانتجرين كله. يبقى في الام سكيور عشان يحصل استيكي لازم يحصل اكتيفيشن للانتجرين فيقوم لازق في الانتجرين. طيب نكمل بقى من الرسمه عشان نراجع. قولوا لي اطلعوا فوق للرسمه الخضراء، المفروض الاستيكنج يعقبه حاجه اسمها ايه؟ سبريدنج. واحد يقول له يا دكتور هو السبريدنج ده في البيت ايه؟ دلوقتي انا عايز ادور على جاب في الاندوثيليوم عشان اطلع بره البلاد فيسل، خطوه اللي هي اسمها دايابيديزيس او اكسترافازيشن. فعشان الاقي الجاب ده بفضل اعمل سبريدنج على الاندوثيليوم بالظبط لحد ما الاقي الجاب. وعشان كده بقى بفضل اعمل سبريدنج، بص على الرسمه، بعمل سبريدنج يا دكتور عشان الاقي الجاب. فبصوا بقى الرسمه اللي تحت، اهو لقى الجاب اهو، مش بعد الاستيكنج عمل لقيت الجاب. جدع يقول لي هو عشان الجاب دي تتخلق مش المفروض يحصل فازو دايلاتيشن ولا لا؟ مش الفازو دايلاتيشن بيزود الفاسكولار برميابيلتي عن طريق انه بيزود الجاب بتوين الاندوثيليوم ولا لا؟ وبالتالي عشان اطلع واعمل اكسترافازيشن لازم الاقي جاب، يعني لازم يحصل فازو دايلاتيشن. فكروني بقى يا حبيبي مين الحاجتين اللي كانوا بيعملوا فازو دايلاتيشن؟ اول حاجه التيومر نيكروزس فاكتور نفسه واخواته، مش كانوا على الاندوثيليوم بيعملوا فازو دايلاتيشن ولا لا؟ ها وتاني حاجه الهيستامين، ده لما نقولكم المره اللي فاتت. طب ايه اللي طلع الهيستامين؟ وايه اللي خلى الماست سيل تطلعه؟ السي 5 اي، رائع. قولوا لي عمل لكم الكلام ده مره ثانيه فازو دايلاتيشن، مش احنا خدنا الكومبلمنت الحلقه اللي فاتت قلنا السي 5 اي ده بيعمل حاجتين، كيموتاكسيس ويروح يعمل ماست سيل ديجريديشن. ما هو كله مبني على كله، يعني الحصه دي بتفسر اللي قلناه الحصه اللي فاتت اكتر. يبقى الفازو دايلاتيشن بيتم عن طريق الهيستامين بتاع الكوبلمنت وعن طريق التي ان اف ماشي. مسك الختام بقى، بصوا على الرسمه كده عشان ابتدي راجع تاني. انتوا عارفين يا جماعه لما بتتحشر عشان يحصل دايابيتس عشان تكمل سحبها لابد برضه يحصل الخطوه بتاعت الكيموتاكسيس نمبر 2. انتوا عارفين كيموتاكسيس عباره عن ايه؟ نشطت الانتجرين وفي نفس الوقت تساعد النيوتروفيل انها تعمل اكسترافازيشن. وطبعا فكروني بقى هو مين اللي هيعمل الكيموتاكسيس بتاع الدايابتيزيس ده؟ ها؟
هما اللي احنا خدناهم الانترلوكين 8 الكيموكاين والسي 5 اي. مش السي 5 اي بيشتغل ككيموتاكسيز ولا لا؟ يعني بصوا بقى عمليه الكلام، حد يقدر يقول لي بقى الاكيوت فيس 14 ما بتشتغلش كيموتاكسيز؟ بص بالظبط قولوا لي يعني الكيموتاكسيز اللي انا بقول لكم عليه ده بيبقى كام خطوه؟ في اثنين. اول واحده انك تروح تعمل اكتيفيشن للانتجرين عشان يحصل ستيكنج. زود الكيموكاين اللي هو الانترلوكين 8 هو انتوا بتكتبوا لي انا حواليكوا يخبيكوا يا جدعان. انا قلت لكم خليكوا في الشرق اي حاجه مهمه انا بمليك محدش بعد الان يعني. طيب ايه هناك خطوتين للكيموتاكسيس. اول خطوه انك انت تنشط الانتاج بالكيموكاين كده عملت الاستيك. الخطوه الثانيه بقى وانت بتعمل دايابيتيسيس لازم برضه يحصل كيموتاكسيس. اللي بيقوم بالكيموتاكسيس التاني ده برضه الكيموكاين والسي 5 دي. وعدوكوا بقى هناك من الرسمة برضه بعد كده نبص في الرقم. وعلى فكره العمليه اتفه مما تتخيل وفي الداتا شو برضه هوريكم رسم رسومات مختلفه. اللي بس عايزكم تجاوبوا معايا بقى خلينا في الرسمه اللي تحت. قولوا لي اول لزقه في النيوتروفيل ده اسمها ايه؟ لوز ادهيج صح؟ دي عشان تتم لازم اني موليكيول اللي تشتغل الاي سيلكت شاطر. الخطوه اللي بعدها اسمها ايه؟ رولينج. عشان تتم لازم ايه تاني يشتغل؟ البي سيلكتين والال سيلكتين بتاع النيوتروفيل. طيب التالت خطوه اسمها ايه؟ بريباريشن فور ستيكنج. دي عشان تتم لازم يحصل ايه؟ الكيموكاين يعمل الانتجرين اكتيفيت اللي هو هاي افينيتي ستيك. طب الخطوه الرابعه اسمها ايه؟ ستيكنج صح؟ دي عشان تتم لازم مين اللي يلزق؟ انتجرين يلزق في الليجن بتاعت اللي هو الكاميرا. طب الخطوه الخامسه اسمها ايه؟ دايابيتيسيس اللي هي الاكسترافازيشن. عشان تتم محتاج حاجتين فازو دايلاتيشن وكيموتاكسيس. الخطوه الثانيه بتاعته اللي بيقوم بيها مين؟ برضه الكيموكاين والسي 5. طب الكلام ده بقى على المايه لو سمحت احنا كده خلاص الصفحه خلصت بس نرجعها تاني من الوقت. شوف احنا قعدنا فيها دكتوراه ليه يا جماعه؟ اول مره تنزل في الكتاب بهذا التفاصيل، هم اول 30 صفحه من الاميونيتي لاعبين فيها جامد قوي عن السنه اللي فاتت. بصوا بقى. طلعوا لي الورق نفسه صفحه 7. بصوا احنا هنعمل حاجه ظريفه قوي. هنرقم الادهيجه موليكيول على حسب دخولهم في عمليه الايه؟ الريكول. بدل ما كل شويه نقول باي كذا، هتفهموا دلوقتي. بصوا انت عندك اول سهم مكتوب increase expression of adhesion molecule on ماشي؟ أول حاجة على الإندوثيليال سيل سيرفيس اعملوا على الإي سيلكتين نمبر 1 مش أنتوا عندكم إي وبي اعملوا على حرف الإي 1 مش هو ده أول حاجة اشتغلت؟ بالظبط. بعد كده على البي 2 نمبر 2 صح؟ ونعمل 2 على مين كمان؟ على ال سيلكتين بسم الله عليك. ال سيلكتين اللي على يمينكم ده نمبر 2 لانه اشتغل في نفس الوقت. طيب امال نمبر 3 بقى؟ على الانتجرين والانتجرين لايجن صح؟ مش الاثنين دول هم اللي اشتغلوا اخر حاجه عشان يعملوا ستيك. يبقى الانتجرين والانتجرين لايجن هم دول نمبر 3. طيب نكمل بقى. بيقول لك ايه؟ النيوتروفيل ادهير تو اندوثيليا فده الادهيجه. قولوا لي الادهيجن ده هو اللوز ولا الفيرم؟ اللوز اللي هو اول واحد اللي قالت فيرم دي غلطان ده اللوز. وقولوا لي بقى جنبيها اللوز ده بيتم بنمبر كام في اللي فوق؟ واحد بالظبط. يبقى باي 1 كانك بتسمع الشرح مره ثانيه. يبقى جنب ادهيجن اللوز ده اكتبوا نمبر 1 تحتيها رولينج. قولوا لي ده بيتم بنمبر كام؟ 2. الاثنين 2 يعني الاثنين 2 بالظبط 2 و2 طبعا اكيد ورشه خالي يعني احنا بنقول ان دخل جديد. طيب بعد كده الاستيكنج. قولوا لي الاستيكنج ده اي نوع من الادهيجن؟ فيرم ادهيجن بالظبط. فالاستيكنج فيرم ادهيجن ده لازم يدخل مين؟ نمبر 3. تحتيها بقى سبريد اللي احنا قلنا. طيب ثانيه واحده بالظبط. بعد كده بقى السهم الثاني فازو دايلاتيشن. طلعوا سهمين من الفازو دايلاتيشن لاخر مره. مين اللي عمل فازو دايلاتيشن؟ اول سهم تي ان اف الفا واخواته لان هو حتى بكاتب لك ايه؟ ما هو تي ان اف الفا 1 و 6 هو اللي عامل الفازو دايلاتيشن فاول سهم تي ان اف الفا واخواته. السهم الثاني بقى بالظبط هيستامين هيستامين فروم ماست سيل فروم
ماست سيل باي سي 5 اي اللي هو كومبلمنت سي 5 باي سي 5. طيب تحت الفازو ديشن بقى مش محتاجين نقرا يا جماعه، الجانكشن لوس حصل سكويزنج فخطوه الاكسترا بازيشن او الدايركس بعديها لازم عشان تكمل لازم اتراكتد باي كيمو تاكتيك سبسس اللي هو ال8 و سي 5. جميل لحم انت قالوك ال8 و سي 5 ايه اللي هو كيمو كار ظهر الصفحه بقى اكتب اوكي انت عارفين احمد دي كلها ستيبس اوف كيمو تاكسس صح؟ مش هي دي اخر حاجه نقولها ولا لا؟ اكتب طب لا خلاص احنا خدنا الكيموكان اللي هو الانترلوكين 8 ومين يا دكتور؟ مش احنا خدنا الفانكشن بتاعها مايجريشن اوف نيتروفيل؟ اديني شرحت لك بقى المايجريشن بتتم ازاي؟ لا سي 5 ايه هناخده طبعا ده في درس اسمه كومبلمنت ما تخافيش قدام شويه. بص اكتبوا ستيبس اوف كيمو تاكسس. ده كده بقى اي سؤال امسك فيه او شافه لو ما عرفتوش تجاوبوا عليه وعدتوا سنه. ستيبس اوف كيمو تاكسس. طلع سهمين. اول سهم Activation of integrin. Activation of integrin. بين قوسين عشان اعمل اي خطوه. الستيتنج صح ولا مش صح؟ يبقى Activation of integrin بين قوسين ستيتنج. ها مين اللي قام بالخطوه دي؟ الكيموكاين. يبقى دي الخطوه دي باي كيموكاين اللي هو انترلوكين 8. يبقى خطوه الاكتيفيشن اوف انتجرين اللي هي بتاعت الستيكنج اللي قام بيها انترلوكين 8 اللي هو الكيموكاين. الستيب الثانيه بقى السهم الثاني بالظبط السهم الثاني هيل اكسترافازيشن الكيموتاكسيس اللي بيساعد الاكسترافازيشن. هيل السهم الثاني السكند ستيب هو طب قولوا لي هو ايه؟ انا كان الفيرست ستيب انا مالكش قول لي يا دكتور يا جماعه اكتبوا اي حاجه او احنا في كتاب اول السهم الاول اكتيفيشن اوف انتجرين باي كيميكال صح السهم الثاني هيلب اكسترافازيشن هيلب اكسترافازيشن ده الخطوه الثانيه في الكيموتاكسيس هيلب اكسترافازيشن ها مين اللي بيقوم بيها برضه انترلوكين 8 وسي 5 ام مرات انترلوكين 8 وسي يعني سي 5 ايه ملوش علاقه بالانتجرين يا جماعه بس ده اللي عايز اقوله يبقى احنا كده كتبنا كل حاجه قلتها في الشيء. لا ما اوديك السي 5 احنا قايلين بقى ده في البازو دايلاتيشن يا دكتور مش معقول هنقعد نعيد مره ثانيه. وبص ما احنا كاتبين في الكومبلمنت ان السي 5 ايه بيعمل كيموتاكسس وبيعمل ديجنريشن يعني ما فيش داعي انا بديك السي 5 ايه بيعمل ايه ده؟ هو ده موجود عندك. طيب الدكتوره اللي ورا قولي لي بقى سؤالك كان ايه؟ ليتنس دي. لا هو السؤال الجاوب بس قول اشمعنى طيب لما بيخش الانفكشن في الدم يعني الايه اشتغل قبل ايه؟ لان الماكروفيل مش موجوده في الدم هو النيوتروفيل والمونوسايت طب بص هناخدها بعد كده بس النيوتروفيل والمونوسايت يا دكتوره بيشتغلوا في نفس الوقت النيوتروفيل تقتل والمونوسايت تقتل وتعمل انتيجن برزنتيشن في السكرين لا هنا مفيش انترلوكين 8 خالص لا 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 دي حاجه ثانيه ده احنا بنتكلم ده على التيشو الاورجانيزم داخلك في الميكروب البلاط ده قصه ثانيه بصوا اصعب صفحه خلصت اللي بعد كده الصفحه بتاخد من 5 لـ7 دقايق احنا فاضل لنا 3 صفحات عايزين قمه الكروات والانعدام الضمير دلوقتي يلا وارجوكوا يا جماعه انا لاحظت ان قليلين اللي ذاكروا الحصه الاولى فارجوكوا انتوا ملاحظين ان كل حصه مبنيه على اللي قبلها لا ولسه الجد هيبتدي من الحصه الثالثه فمش عايز حد يطنش الاميونيتي ارجوكوا بعد الحصه بتتذاكر في ساعه ونص لساعتين مش لازم بعدها يعني النهارده المهم قبل الحصه او حتى يعني ايه تقرا حتى قبل الحصه الجديده اقرا اللي خدناه وبعد كده بذاكر الحصه مع اي حاجه يا جماعه دكتور هو ده ليتن 10 و12 ان شاء الله لا خالص احنا ما خدتهمش 12 ده ما خدتش هو بيعمل ايه ولا 10 ده ما خدتهمش انت ممكن 12 مكتوب انفلاماتوري لكن ما خدتش هو بيعمل ايه مكتوب سي ليتر ليتر دي يعني السنه الجايه ان شاء الله في سنه طب المهم يلا خلاص بعد قصدك كده استاذ قصدك كده ده ازاي بعمل طيب قصدي الكيموتاكسيس بيتم على كم مره ده اللي قصدي مش هو تم على مرحلتين يا دكتور مرحلة انك نشطت الانتجرين عشان تعمل ستيكنج والمرحلة التانية مكملة للاكسترافازيشن ده اللي قصدي ماشي طيب يلا يا جماعة هنبتدي بقى دلوقتي نتكلم على
الستيبس اوف فاجوسايتوس. ماشي، هما اربعه ستيب. بصوا في الورقه كده، اول خطوه اسمها ريكوجنيشن، كيف تتعرف النيوتروفيل على الاورجانيزم، النيوتروفيل ماكروفيج. تاني خطوه اسمها ابتيك، انتوا عارفين يعني ايه ابتيك؟ افلحوا اللي هو فاجوسايتوس، اقلبوا الصفحه. الخطوه الثالثه انترا سيلولار كيلينج، ما انا بلعه مش عشان اهزر معاه، عشان اقتله. والخطوه الرابعه بقى المصير النهائي، هل انت هتقتل وبس ولا تعمل انتيجين بريزنتيشن؟ هم دول الاربع خطوات. يلا ارجعوا بقى وبصوا. هتطلعوا لي الرسومات صفحه اربعه، لكن ما فيك رسومات تبصوا فيها ولا لا يا جماعه؟ ولا هو في الحصه وخلاص مش كده؟ طز في حضرتك، اللي يهمني في البيت هتعملي ايه يا مهدي؟ ايوه يا جماعه الرسومات دي لازم تبصوا فيها ولا تطلعها ليه؟ الحمد لله ما بتفهميش برضه، ما هي هي. طيب مهم، يلا بص. اول خطوه الريكوجنيشن، بصوا لي على السبوره. طبعا انتوا هتتابعوني دلوقتي مفروض من الرسمه اللي في النص اللي هي الرسمه الروماطه، واخدين بالكم؟ سيبوكم من اللي فوق دلوقتي. ادي النيوتروفيل والماكروفيج. بصوا يا حلوين، وادي البكتيريا. ازاي النيوتروفيل والماكروفيج هيتعرفوا على البكتيريا؟ ببساطه عن طريق ريسبتور موجوده على النيوتروفيل والماكروفيج. الريسبتور دي اسمها بيري، ده الاختصار بتاعها، ده معترف بيه. بيري دي اختصار ايه؟ باترن ريكوجنيشن ريسبتور. بالظبط، باترن ريكوجنيشن ريسبتور. طيب نتكلم عليها شويه بقى قبل ما اتكلم على البكتيريا اللي بيخلينا نتعرف عليها. الباترن ريكوجنيشن ريسبتور دي يا جماعه موجوده اساسا على سطح النيوتروفيل والماكروفيل، على السيل سيرفيس. لكن المفاجاه بقى، جزء منها موجود جوه الماكروفيل في جرانيول اسمها اندوزوم. وحوريكوا صوره في الداتا شو هتعرفوا هو ليه جزء من البير موجود جوه مش كله موجود على السطح. المهم اكتبوا هي يعني ايه اندوزوم. شفتوا عندكم السهم الثاني سيل سيرفيس واندوزوم، اكتبوا تحت كلمه اندوزوم انترا سيلولار جرانيول. صح يا جماعه، خلاص احنا قربنا نخلص، احنا شطبنا الصعب. لف والنيوتروفيل في كله، في كله. انا هنا مش بفرق بين الفاجوسيتك سيل. الاندوزوم انترا سيلولار جرانيول هو مش اوم يعني جرانيول، يعني انا مش محتاج اديكم كلمه جرانيول لان اوم دايما يعني جرانيول. طب بعد كده بصوا تاني حاجه، الريسبتور دول انواع كتيره قوي. اشهر اكزامبل على الاطلاق حاجه اسمها تول لايك ريسبتور، وحتى بعد شويه لما نبص على رسمه التول لايك ريسبتور ده اصلا انواع كتيره كمان. يبقى انا عندي انواع كتيره قوي من الريسبتور دي، اشهرهم عيله اسمها ايه؟ تول لايك ريسبتور. طب السؤال بقى كله بصوا على السبوره، طب يا دكتور الريسبتور دي هتتعرف على ايه في البكتيريا؟ اكيد الانتيجين يا جماعه، احنا مش خدنا من البكتيريا بكتيريا الاستراكشر فيها انتيجين، فالريسبتور هتتعرف على الانتيجين. بس الانتيجين دي بقى ليها اسم جديد، بنسمي الانتيجين دي بامب. بامب دي اختصار ايه؟ باثوجين اسوشيتد موليكولار باترن. ومن غير ما نفتكر ان الاسم صعب، قولوا لي هو يعني ايه باثوجين اسوشيتد؟ يعني حاجات مش موجوده الا في الميكروب. يعني بمعنى يا حبايبي لا يمكن الاقي الانتيجين دي على الماميليان سيل بتاعتنا، مستحيل. وفي نفس الوقت بقى من حكمه ربنا لا يمكن الانتيجين دي تفقد، يعني البكتيريا لوست ذيس انتيجين مستحيل، ولا لا يمكن البكتيريا تعمل فيها ميوتيشن، لان لو حصل لوس ليها سيادتك مش هتعرف البكتيريا. وبالتالي باثوجين اسوشيتد يعني حاجه خاصه بالبكتيريا بس مش موجوده عندنا على الاطلاق. موليكولار باترن يعني نوع من الموليكيول، اسمه موليكولار باترن. وعشان كده قولوا لي بقى احنا ليه سمينا الريسبتور دي باترن ريكوجنيشن ريسبتور؟ لانها بتتعرف على الباترن دي، يعني اخر كلمه في البامب
هي اول كلمه في الريسبتور، يبقى انا مسميها باترن ريكوجنيشن ريسبتور لانها بتتعرف على هذه. طب ادينا حاجه هبله بقى، طب الانتيجين دي ادينا اكزامبل دي. بصوا بقى في الورق خدناهم كلهم، قولوا لي سمعتوا عن حاجه اسمها ال تي اس؟ ده في الجرام نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لايبو بوليساكايد في الجرام. طيب سمعتوا عن حاجه اسمها تيكويك اسيد؟ في الجرام بوزيتيف. وعايز تزوده كمان تحتيه عشان ام سي كيو، فلاجيلا تحت ال تي اس او تيكويك اسيد. هي مش الفلاجيلا انتيجين ولا لا يا جدعان؟ اللي هو الاتش انتيجين، يبقى الفلاجيلا برضه تعتبر بامب. وبالنسبه للفيروس بقى يا جماعه، طبعا الكتاب كاتب نوع من الانتيجين بتاع الفيروس اللي هو الدي ان ايه بتاع الفيروس، لكن احنا ان شاء الله لما ناخد الفيرولوجي في انتيجين بالهبل، لكن هو الكتاب مختار الدي ان ايه. وفي رسمه بقى برضه كاننا بنراجع منها، اطلعوا بقى الرسمه البني اللي فوق. ملاحظين ايه يا جماعه؟ بص، مش احنا قلنا اشهر نوع من الريسبتور البامب اسمه تول لايك ريسبتور اللي هي تي ال ار. ملاحظين فيها انواع بالهبل ولا لا؟ ده في 10 طبعا ما نحفظهمش ولا حاجه، انا بقول لكم يعني ان التول لايك ريسبتور دول كتير. وبصوا بقى بيتعرفوا على ايه؟ هتلاقي على اليمين نمبر 5 بيتعرف على الفلاجيلا، ما تحفظوش الكلام ده انا بس بقول لكم كديمونستريشن. بعد كده نمبر 4 بيتعرف على ال بي اس. تحت خالص نمبر 9 بيتعرف على الدي ان ايه بتاع الفيروس، مش ده بامب ولا لا؟ طيب فوق على الشمال نمبر 2 بيتعرف على الجرام بوزيتيف انتيجين. هنا بقى عايزكم تشطبوا حاجتين وتحطوا بدلهم تيكويك اس عشان يبقى زي الورق. مش انتوا عندكم جرام بوزيتيف بكتيريا اللي هي على الشمال مكتوب بيبتايد وجلايكان ولايبو بيبتايد، هما دول صح علميا لكن هيهمني الكتاب. فاشطبوا الاثنين دول وحطوا بدالهم تيكويك اسيد. اشطبوا تاني، لاني ما لقيتلكوش رسمه فيها كلمه تيكويك اسيد يعني للاسف، فاشطبوا بيبتايد وجلايكان والثانيه اللي هي الهايبرتايد حطوا بدالها تيكويك اسيد. طبعا البامب انواع كتير، انا بس جايب لكم كديمونستريشن. يبقى احنا كده خلصنا يا جماعه الريكوجنيشن. ممكن نرجع بقى، قولوا لي الريسبتور اسمها ايه؟ اسمها الاصلي بيرن. بيرن دي اختصار ايه؟ باترن ريكوجنيشن ريسبتور. والانتج اللي بتعرف عليها اسمها ايه؟ بامب. بامب دي اختصار ايه؟ فاسوس اسوشيتد موليكولار باترن. طب قولوا لي الريسبتور موجوده فين في الخليه بتاعت الماكروفيج؟ على السطح او جوه في حاجه اسمها اندوسو. واشهر اكزامبل ليهم تول لايك ريسبتور. الله ينور. طيب كده اتعرفت. حلو؟ ابتدي اعمل ايه بقى؟ كله يبص حاجه بقى بتيجي في الام سي كيو، كله يبص لي كده. ادي الريسبتور وادي البكتيريا دخلت فيه. طبعا المفروض تقول لي بقى بعد ما اتعرفت الحمد لله ابتدي ابلع. لا، في خطوه ابلع. بصوا كده في الرسمه الرمادي اللي هي في النص، اول ما بتعرف على البامب بيبتدي يوصل سيجنال للنيوكلياس بتاعة الماكروفيج تقوم مطلعة الانفلاماتوري سايتوكاين، وده هيخلينا نفك انتروجيشن مارك كنا عاملينه في صفحة 3. فارجعوا صفحة 3. شكرا. ارجعوا صفحة 3 كده. ده سؤال في الام سي كيو. باجي اقول لك ايه؟ قول لي يا ابني هو امتى الانفلاماتوري سايتوكاين بتطلع؟ مش تختار بقى بعد ما ببلع وقت. بصوا بقى الاول كده صفحه 3 تحت، قولوا لي السايتوكاين اوف انيت اميونتي، كلكم شفتوها؟ بقول لك ريليز من فروم ماكروفيج اند دندريت بين قوسين لما يتعرفوا على الميكروب بالبامب ريسيبت. اهي دي البامب ريسيبت. ماشي يا حبيبي؟ يبقى اول خطوه بعد التعرف هو اني بطلع انفلاماتوري. طب من رحمه ربنا ليه بقى؟ البلع والقتل بياخد كتير، انا عايز اطلع سيتوكاين عشان تبتدي تشد لي بلاوي نيوتروفيل من البلاط، فلازم تطلع سيتوكاين فيري هيفي. طيب ارجعوا بقى نكمل، مش هنزودها يعني، ما مكتوب عندك في الورق. بصوا نبتدي بعد كده خطوه الابتيك. مرسوم عندكم حلو قوي في الرسمه اللي هي الرمادي دي. بصوا يا جماعه، هدخل البكتيريا جوه جرانيول اسمها فاجوزوم. فاكرين اوم يعني جرانيول وفاجو لان انا بلع فيه. طب قولوا لي
مش انا مفروض هقتل عن طريق اللايزوزوم ولا لا؟ احنا لسه مجهين اللايزوزوم دي. فايه اللي بيحصل بقى؟ الفاجوزوم هتقرب من اللايزوزوم فيفتحوا على بعض يعملوا لي حاجة اسمها فاجو لايزوزوم. بس وجوه الفاجو لايزوزوم بقى ابتدي اقتل. فاقلموا الصفحة ونشوف الحكي واكتبوا على الانتراسيلولار كيلت ده very important اول ما ينزل في الكتاب. طبعا اللي فاتت كان كاتب ايه؟ killing of organism ومطنش. المرة دي بقى مفصل. وعلى فكرة هتلاقوكوا سمعتوا عن الكلام ده في المساج. بص انا عندي يا حبيبي هناك تو ميكانيزم للقتل جوه الفجوه. حاجه اسمها اوكسيديتيف كيلينج وحاجه اسمها نون اوكسيديتيف كيلينج. ممكن توصل؟ بعد ما بيبلعه طبعا بلعه وقف في زوره فهبتدي اقتله. ماشي؟ لا ما تقولش تنحت عينك، ما تقولش على نفسك كده. انت في انت كوماتوز ده اساسا. انت ناحيه دي يعني واحد لسه في وعي، انت كوماتوز. خلاص والله عارف انك شغال من 8 الصبح، تقول شغال في الفاعل يا اخويا. تقولش اه شغال على الميكروباص مثلا. انت رحت السكشن نمت وجبت خدت فالما وخدت بريك وكلت وعملت كل حاجه. والله اللي شغال على الميكروباص ما بيتعبش زيك. نعم يا اخويا. والله يا ابني. ايوه شغال على الميكروباص ده احنا من ده. منتال على فكره بجد بتدهشوني يا جماعه. يعني بتقولوا لي حاجه توقفني في منتال خلاص ما اقدرش ارد عليكم. يعني هنا في برين يا مها. يعني لو عملت اكس راي هلاقي برين. هنشوف. حاضر حاضر حاضر. المهم يلا بصوا اول حاجه. يلا يا جماعه بصوا ادي يلا وليها رسمه حلوه بس ما حدش يبص دلوقتي. هنبص على بعض. ادي الفاجولوجيز. حلو. يعني ايه كلمة اوكسيديتيف كيلينج؟ ببساطة ادي الفاجولايزوزوم هقوم مدخل جواها اكسجين. ما كوفيش جواها اكسجين. وابتدي اشتغل على الاكسجين ده بتو انزيم. واحد اسمه مايلو بيوكسيديز وواحد اسمه اوكسيديز. سمعت عنهم في البطن. الاثنين دول هيطلعوا من الاكسجين الفري راديكال. طبعا عارفين الفري راديكال السوبر اوكسايد انايون والفري هيدروكسيل والاتش 2 اوكسيد ويقوموا اكلين الاوكسيد. يبقى هي دي طريقه اسمها ليه سميناها اوكسيديتيف؟ اه مرتبطه بالاكسجين. الله ينور. الطريقه الثانيه مش محتاجه اشرحها. قولوا لي يا جماعه اللي هي نون اوكسيديتيف. هو مش اللايزوزوم دي كان فيها انزيم بتكسر اللي هي بروتيوليتك انزيم اللايزوزايم واخدها. فالطريقه الثانيه النون اوكسيديتيف انك تستعمل الانزيمز البروتيوليتك للقتل. طيب كل بقى يبص لي في ثلاث نقط غايه في الاهميه. نمبر 1 قولوا لي هل في علاقه بين الاوكسيديتيف والنون اوكسيديتيف؟ علاقه وسيطه ممكن توصلوا لها. الاوكسيديز انزيم المفروض انه بيلعب دور في الاوكسيديتيف وبيلعب دور مهم جدا في النون اوكسيديتيف كمان. ازاي بقى؟ بص الاوكسيديز هيخلي البي اتش بتاع الفاجولايزوزوم الكالاين عشان تقدر البروتيوليتك انزيم تشتغل. بمعنى البروتيوليتك انزيم عشان تشتغل بكفاءه وسرعه لازم يبقى فيه الكالاين بي اتش. مين اللي بيعملها الكالاين بي اتش؟ الاوكسيديتيف. واحد يقول لي طب لو ما اتعملش الكالاين بي اتش دي هتشتغل اه بس ببطء وضعف شديد. يبقى في الام اس كيو الاوكسيديز مهم في الاوكسيديتيف كيلينج ولا النون اوكسيديتيف ولا الاثنين؟ الاثنين. لانه لو ما اشتغلش النون اوكسيديتيف كمان هيبقى زي الزفت. بصوا بقى الكتاب عاملها ازاي. هتلاقوني السهم اللي هو على اليمين ملقط كده حتى انا كاتبها بخط مختلف بيقول لك الاوكسيديز بيعمل كونديشن لازمه للبروتيوليتيك انزيم. اكتبوا فوق الكونديشن دي الكالاين بي اتش. انا في محطه تاني مش هو اول سطر بيقول لك حاجه كده المهم في كونديشن صح؟ اه بروديوس كونديشن. الكونديشن دي هي الكالاين بي اتش. طيب اجي اسالكم بقى سؤالين. اول سؤال ده اللي حملهم لكم. قولوا لي يا جماعه مش انت مسلط على البكتيريا فري راديكال؟ طب هي البكتيريا ما تقدرش تقاوم الفري راديكال؟
على حسب ايوه الله ينور صدق كويس حبيبي يعني انتوا مش في غيبوبه كامله يعني لسه بتقول قولولي مش احنا عندنا نوع من البكتيريا اسمه ايروبيك بكتيريا مش الايروبيك دول عندهم كاتاليز واسبريز ولا لا فهيضلوا يدافعوا عن نفسهم ضد الفري راديكال بس بقى رحمه ربنا الماكروفيج بتديهم كميه من الفري راديكال اكتر من قدره الديسوتيز والكاتاليز بس طبعا انا باخد وقت لكن في الاخر هيموتوا لكن ليه؟ لان انا بديهم اكتر من كباسيتي بتاعتهم السؤال التاني يعني معنى كده تاثير الفري راديكال هيبقى اقوى واسرع الله ينور عليك على الايروبيك ولا على الانيروبيك؟ على الانيروبيك لان الانيروبيك ما عندهاش كاتاليز وريسبونس يبقى بيلعب على الحته دي في الام سي كيو بتيجي بصيغات مختلفه هي الفكره تبقى فاهمها وهبليها لك دلوقتي يلا بقى ضهر الصفحه ضهر الصفحه كده اكتبوا فري راديكالز فري راديكالز طلع سهمين من فري راديكالز اول سهم all more than the capacity all more than the capacity of catalase and dismutase of catalase and dismutase in aerobic bacteria اللي موجودين في الايروبيك بكتيريا كاتاليز وديسموتيز إن إيروبيك بكتيريا جميل؟ السهم التاني من الفري راديكال هاف فاستر أند سترونجر إفكت أون أنيروبيك بكتيريا هاف السهم التاني هاف فاستر أند سترونجر إفكت أون أنيروبيك اللي هم ما عندهمش اساسا لا كاتاليز ولا ديسبيس. في سؤال ها؟ طب بصوا ايوه يا ستي لو حضرتك قلت ان الفيلادكس دول بيأثروا كمان على النان اوكسيدز كده؟ لا الاوكسيديز بصوا يا دكتور مش الاوكسيديز ده هو اللي طلع فيه راديكال وفي نفس الوقت بيخلق الكالاين بي اتش جوه الفاجولايزوزوم عشان يشتغل النان اوكسيديز. فهماني؟ لكن الفري راديكال مالهاش علاقه بالنون اوكسيديز، انا قصدي الانزيم اللي اسمه ايه؟ اوكسيديز. طيب تقدروا بقى تبصوا في الورق، ايوه يا حبيبي. الاكسجين لما بيخش بيخش يعني ممكن يخش في النورمال يطلع فري راديكال في الزيمة. لا بص يا حبيبي، ما انت عندك كاتاليز وديسموتيز. طيب انا هقول انت اسمك ايه؟ بص يا يوسف بقى، لا خليكم معايا، بص يا يوسف اللي انت بتقوله ده هيحصل لو انا جالي حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي. فنأجلها بقى يعني بمعنى ايه؟ ساعات الماكروفيج الوحشه دي بقى تعمل ايه؟ تقوم مطلعه الفري راديكال اللي جوه الفاجولايزوزوم تقوم مطلعاهم براها في التيشو فتقوم حصل اللي انت بتقول عليه بس ده بقى بيحصل في كونفيشن اسمه هايبر سنسيتيفيتي هناخده كده قدام بعد ثلاث حصص ولا حاجه لكن دلوقتي خلينا في ايه؟ ان كله بيتم جوه الفاجولايزوزوم بتاع الماكروفيج وبالتالي انت ما بتحسش باي حاجه. جميل؟ طيب بصوا بقى على الاوت كام وقولوا لي في حاجة جديدة ولا لا؟ لأن أنا سئت منكم. يقول لك إيه؟ لازم أقول طب الأوت كام بيفرق هل أنا نيوتروفين ولا ماكروفيج وديندريت؟ صح؟ لو أنا نيوتروفين إيه الأوت كام؟ هقتل بس. صح؟ طب لو أنا ماكروفيج وديندريت إيه الأوت كام؟ هعمل حاجة اسمها أنتيجين بريزنتنج. مش هما أنتيجين بريزنتنج سيل ولا لأ؟ اللي إحنا هنشرحه بتفصيل الحصة الجاية إن شاء الله. طلعوا لي بقى اخر صفحه في الورق واخر صفحه لا يمكن يبقى في صفحه نصف يا ابني يا حبيبي انا مش ماشي بترتيب الكتاب الورق اللي هو دي ما خدناهاش لا انا قصدي يعني الورق بعدين لا ما فيش ورق بعدين ما تخافش هي اخر صفحه الجدول ايه اللي اداك الايحاء ان في ورقه بعد كده؟ هو بعد كده ما تكملش بقى ايه الموضوع لا ما فيش تكمله ده هو العنوان كده ايوه يا حبيبي انت برضه واضح انك مهاجم انت اسمك ايه يا نسيم؟ احمد مبارك 10 اسامي يا احمد مبارك انت ابتسام ولا انتظام عندنا؟ انتظام يعني مش فاهم طبعا ابتسام دي في الكليات النظريه اللي هو يعني بتحضر من البيت وتيجي
هبقى افهمك يا احمد خلاص، هبقى افهمك يا حبيبي. كودي النبي عليك باحمد اهتم بيه. بص ده نقص حنان، انت متى اديت نوع حنان فائقه هيفوق. ايه ده انا حنان صبيح نايم يا حبيبي؟ الواد احرجني، ادبه احرجني، بيقول لي ما تتريقش عليا تاني. متثبت؟ اه والله متثبتني. حاضر يا ماما، حاضر يا ماما، مرة تقول لي اصلع والدفعه مثبتاني. اه شنفطتيني يا مرة. انا حاجه معايا ولي امري بقى، يعني اقول لهم مات الله يرحمهم. ما عليك. طب بص اخر حاجه بقى، عندي جدول اسمه compare and contrast between innate and adaptive. بصوا بقى هتسيبوا الجدول وتبصوا لي، هحكي لكم قصه في 5 دقايق ويبقى كده الجدول خلص. مش كده مش هنقرا مع بعض يعني، بس متى حكينا القصه الجدول انتهى. بصوا دلوقتي لو انتوا فاكرين من الحصه اللي فاتت قلنا هو اللي بيشتغل الاول الانيت ولا الادابتيف؟ بسم الله عليكم. مش احنا قلنا الانيت هي الفيرست لاين والادابتيف هي السكند لاين؟ حان الوقت بقى نعرف ليه باختصار تمهيدا للحلقات الجايه. بصوا ربنا خالق في جسمنا، طبعا انتوا عارفين الادابتيف هي البي والتي الانفصال صح؟ فيجي الاسم يخدع، تفتكروا ايه؟ احنا مسميينها ادابتيف او اكوايرد عشان انا ما بطلعش البي والتي الا لما بتعرض للانتر. الكلام ده خاطئ. بصوا بقى يا عم، ربنا خالق فينا كلنا منذ الولاده مليون نوع من البي والتي. كل نوع من المليون دول بيتعامل مع وان انتجين فقط. يعني اديك مثلا، انت دخل لك ستاف اوريس، الستاف اوريس دي فيها 10 انتجين، كل انتجين ليه البي والتي بتاعته، وانا مخلوق بيهم كلهم قبل ما اشوف حاجه اسمها ايه؟ ستاف اوريس. بس المشكله ايه بقى؟ ان احنا بنبقى مخلوقين بيهم ان اكتف. يعني بصوا بقى، هما بيطلعوا من البومر والسايموس وبيبقوا ماتيور، ماتيور يعني عليهم الريسبتور بتاع الانتيجين، لكن كده ان اكتف. السؤال بقى، طب يحصل لهم اكتيفيشن ازاي؟ بسيط، هيروحوا للليمف نود والسبلين، فاكرين الحته دي؟ ويستنوا دخول الستاف اوريس. والله الستاف اوريس دخلت لك هتبتدي تعمل لهم اكتيفيشن عشان يتحولوا للافكتور سيل. فاكرين الافكتور اللي هم الاكتف؟ طب بذمتكم عشان الكلام ده يتم محتاج وقت ولا لا؟ حوالي من 7 ل10 دقايق. وعشان كده الادابتف ما بتشتغلش الا بعد الانين على الاقل ب7 ل10 دقايق. واحد يقول لي يا دكتور طب انا كده بنضل؟ طبعا. بص بقى، لو دخلت لي الستاف اوريس لاول مره، انت على بال ما تطلع حاجه جامده محتاج اسبوع تكون عملت لك مرض. وعشان كده فيري كومن عندما تتعرض للميكروب لاول مره بيحصل لك ديزيز. اشمعنى؟ لان الادابتف بتاخد وقت على بال ما تطلع. بس بص بقى من رحمه ربنا، انت طلعت البي والتي جميل وقضيت على الاستاف، بيتعمل في جسمك حاجة اسمها ميموري بي سيل وميموري تي سيل. الميموري دول يا عم الحاج بيعيشوا في جسمك مدى الحياة، بحيث لو اتعرضت لنفس الاستاف ان شاء الله بعد 10 سنين الميموري دي هي اللي هتشتغل. بس المرة دي بقى مش بعد اسبوع، ده في اليوم التاني بالكتير، وهيبقى الريسبونس فاستر اند سترونجر عن البرايمر. وعشان كده عمرها ما هتعمل لك ديزيز. وده التفسير ان انت ما بتصابش بالمرض بنفس الاورجانيزم الا مره واحده، لان في المره التانية اللي بتتعرض ليها بيكون طلع لك حاجه اسمها ايه؟ ميمون. انا سمعت دلوقتي حد بيقول طب والانيت في المره التانية بتشتغل؟ اه بتشتغل، بس تستني بقى عليا شويه. ايه؟ عشان الانيت تعمل اكتيفيشن في المره الثانيه
ما بتاخدش اكتر من 24 ساعة عكس المرة الأولى اللي باخد فيها وقت كتير. دي هنقولها بعد كده. وآخر حاجة بقى عشان نبص في الجدول كده الجدول خلص. طب يا جماعة منطقية خلايا الإنيت والأدابتف لازم تفلق بين السلف والفورمي ولا لا؟ عشان تهاجم مين؟ الفورم. لأن أنا لو هاجمت السلف هيحصل لي مين؟ أوتو إميون ديزيز. تيجي تقول ده غير غير الحدوتة. بص في الورق. يلا عشان الداتا شو هنشغله دلوقتي. بصوا بقى. أول حاجة ركزوا معايا يا جماعة عشان اللي سارح مني. أول حاجة الإنيت هي الفيرست لاين. بينما الأدابتف سكند لاين لأن تيكس تايم عشان أتحول للإفكت. اكتبوا فوق تيكس تايم 7 to 10 days. فوق تيكس تايم طبعا هناخد التواريخ دي بعد كده بالتفصيل. معلش يا دكتور ليه معلش ليه بتاخد وقت أوي كده؟ لأن هي إنأكتف عشان يحصل لها اكتيفيشن لازم تروح للليمف نود والأنتيجي بريزنتنج سيل تيجي تعمل لها اكتيفيشن. الكلام ده كله بياخد وقت. طيب بعد كده بص بقى آخر سطر في المربع بيقول لك إيه؟ بس اوعى تنسى ان بوس النيت اند ادابتف كولابوريت. قولوا لي هو مين اللي بينشط الادابتف؟ طبعا النيت بالظبط. فدي من دي بقى تحتيها بقى السبيسيفيسيتي. النيت اميونيتي نوت سبيسيفيك يعني مش كل انتيجين وليه الريسبتور الماكروفيش بتاعته. يعني ممكن الماكروفيش الواحده تخبط في مليون انتيجين عكس البي والتي. البي والتي ار سبيسيفيك كل واحدة بتتفاعل مع انتجين واحدة. وهنعرف ليه طبعا على طول ابتداء من المرة دي ان شاء الله. الميموري الانيت لا تتعلم زي حضراتكم كده مفيش انتجين. يبقى مفيش حاجة اسمها faster and stronger response عكس الادابتف. الادابتف بتتعلم لان بقى في حاجة اسمها ميموري ديوتي. الحاجة الوحيدة بقى الكومن ما بينهم ability to distinguish between self and non-self. اكتبوا بقى بين قوسين to avoid autoimmune disease. to avoid autoimmune disease. وحملكوا في ظهر الصفحة حكاية الفيرست والسكند بتاعت الديزيز عشان تتسأل فيها في الشفا. معلش الدكتورة اللي ورا الباب الجنب الباب افتحي بس قولي لأحمد يجي عشان كده يظبط الداتا شوية. اكتب ايوه هيكتب مرة يا دكتور هيكتب الديزيز وبتعملش رقم. ما احنا قلنا في المرة التانية لا مش عشان هي اشتغلت اسرع عشان الميموري محتاج استيميوليشن اقل. ايه رايك تستني الحصه الرابعه واخد بالك؟ مش عشان الميموري اشتغلت اسرع اطلاقا. طيب اكتبوا هعمل لكم دلوقتي ايه؟ ليه الفيرست انفكشن بيعمل ديزيز وليه الري انفكشن ما بيعملش؟ اللي هو سؤال شاف. يلا يلا يا حبيبي وسعوا بس يا بقى لاحمد بقى السكه كده عشان يبتدي يسال. مالكوش دعوه باحمد واكتبوا يلا. First infection. First infection. First infection. سهم. No, sorry, disease. تعمل disease. First infection. سهم. Disease. ليه بقى موتتي. There is a delay. There is. أنا بقولها there is طبعا زي ما مستبدع قالت لنا لكن كتبوها there is. There is a delay in the adaptive immunity. There is a delay in the adaptive immunity. وبالتالي الأسبوع أو العشرة أيام ده تكون البكتيريا بهدلتك. طيب تحتيها بقى الجملة الثانية والأخيرة re-infection with the same organism. re-infection with the same organism. سهم. no disease. no disease. ليه بقى؟ نقطتين. ها نتيجة خلايا اسمها ايه؟ memory cells. بالظبط. memory cells. نقطتين. memory cells. اقول لي الصوره ما تكبرش على كده. انا بحس الحصه اللي فاتت كانت الصوره صغيره بس انا بكبر في الميه كده. لا تعرف تكبر السايز يا احمد. هم خلقوا انا بص هم دلوقتي قليلين. هو الحصه اللي قبليها كنت عايز اكبر السايز بس ما عرفتش.
خلاص بس مش لازم تكفر عليهم هما كلهم شوف يا ابني انت شيلس اه يا ده ما انا حاسس ده لو كنت على الكلام ده طب انا لو امتحنت ام سي كيو ده يجيب دم اكتر ايه هشوف بقى نمرتك كام يا يلا احسن اول حاجه يلا بسرعه عشان كمان في خمس اسئله ام سي كيو لان احنا ما خدناش ام سي كيو الحلقه اللي فاتت في بقى ام سي كيو كده على المذكره كلها بصوا لو انتوا فاكرين الفاجوسايتوز اول حاجه مش انا كنت بعمل انفيجن للبارير والنورمال فلورا ولا لا ها كان مين اللي بيقابلني الماكروفاج والدندريتك اللي في الصاب بيسيل طب قولوا لي لو الاورجانيزم دخل البلاد مين اللي هيقابله النيوتروفيل والمونوسايت عشان يودون مين يا حلوين سبلين اسم الله عليك طيب بعد كده بصوا بقى انا عايزكم تبصوا في الحاجه اللي هقولها لكم بس دي رسمه ثانيه للريكوت هنعيد لاخر مره بصوا كده كل يعني في الرسمه دي حاولوا الله بس كده طيرت الدنيا طيب ما عليك بصوا شايفين يا حبايبي الماكروفيج لما طلعت الكيموكاين اللي هو الانترلوكين بصوا بقى الكيموكاين اللي هو الستبسو فاجوسايتوسس راح اول حاجه قام لاعب في الانتجرين اللي هنا عشان الانتجرين يلزق ويعمل حاجه اسمها ستيكنج وبعد ما طلعت اكسترا بوزيشن برضه هو بيلعب دور يعني اللزق ده لو انتوا شايفين تحت الاندوسيليان هو بتاع من غيره ما تكملش خطوه الدايمز ده المقصود اللي انا قلت لكم حكايه الستبس اوف كيموكاينز طيب رسمه ثانيه برضه بس عايز بقى نبص حاجه ثانيه بصوا كده تحت يا جماعه قولوا لي مش هنا انت عملت دايابيديزيس نتيجه فازو دايلاتيشن تفكروني بقى مين اللي عمل فازو دايلاتيشن اول حاجه بص اهو الهيستامين اللي هو طالع نتيجه سي 5 اي لزع على الماست سيل طلع الهيستامين طب وتاني حاجه تي ان اف الفا واخواته التيومر نيكروزس فاكتور الفا والانترلوكين 1 طلعوا على الاندوسيليوم عشان يعملوا فازو دايلاتيشن بعد كده بقى قولوا لي الخطوه دي الاديجن لوز ولا فيرم محتاج اني سيلكتين بصينا طالعين 50 بقى طب الرولينج محتاج يدخل كمان ايه بي وام بالظبط طب الستيكنج انتجري اسم الله طيب اول سؤال ام سي كيو بس محدش جاوب يا جماعه الا لما نخلص الخمسه لو سمحت بقول لك ايه which of the following about C-reactive protein is false لو انتوا فاكرين C-reactive protein اللي هو acute phase protein بصوا اول حاجه produced during acute phase response activates microbicidal plasma protein enhances phagocytosis induced by TNF interleukin 1 and interleukin 8 increased in serum during acute bacterial infection عايز الإجابة الخاطئة الإجابة الخاطئة ثواني لا ده واضح دي يا جماعة شاطرين بصوا بقى مش احنا اتعلمنا من الامتحان قولوا لي هو مين اللي بيخلي الأكيوت فيس بروتين يطلع من الليفر تي ان اف وانترلوكين 1 وانترلوكين 6 هو حاطط لك الخازوق اللي هو انترلوكين ايه؟ هو انترلوكين ايه ده ليه علاقه بالاكيوت فيس بروتين؟ ده كيموتاكسس وبالتالي ده طب واحد يقول لي يا دكتور وانا اسالكم بقى هو نمبر بي صح ليه؟ اكتيفيتس مايكروبيسايدال بلازما بروتين الكوبلمنت الله ينور عليك هو مش الكوبلمنت بلازما بروتين سايدال وبدل ما اقول لك كوبلمنت جبت لك احد صفات مش احنا قلنا امال احنا عملنا الامتحان ليه يا جماعه؟ يبقى انا مش هقول لك اكتيفيت كومبلمنت، لا انا ممكن بقول لك صفات الكوب اللي هو مايكروبيسايتال بلازما بروتين. فالاجابه الخاطئه عشان كلمه انترلوك. ماشي. بعد كده. ساعات الاجابه تظهر قبل السؤال، انتوا عارفين ربنا قادر على كل شيء. بصوا one of the following is not an option. لو انتوا فاكرين يعني ايه option؟ اللي هو ايه الاوبسون
اللي هو انهانس فاجوسايتوز. هل سي رياكتيف بروتين ولا سي 3 بي ولا انترلوكين 8 ولا منوز بايندنج بروتين؟ انترلوكين 8. انترلوكين 8 بيشتغل ايه؟ ممكن كيموتاكسيس بالظبط. الباقي كله هو الاوبس. طب بعد كده المره دي بقى نص الاجابه بتظهر وبعدين السؤال تغيير. بص انا بقول لكم ايه. One of the following is not produced by endothelial cell. مش انا حصلتكم قلت لكم الاندوثيليوم دي بتلعب دور مهم قوي فممكن يسالك عن الحاجات. فانا عايز ايه بقى؟ مين اللي ما بيطلعش من الاندوثيليوم؟ اول حاجه انترلوكين 8، تاني حاجه اي سيلكتين، انتجرين، بي سيلكتين، انترلوكين 1. مين اللي ملوش علاقه بالاندوثيليوم؟ انتجرين. بالظبط. الاندوثيليوم بيبقى عليه انتجرين لايجن اللي هي الإيجاب. قولولي مش الإي والبي بيطلعوا ولا لا؟ وخدنا في درس السيتوكاين ده انا مليهم لكم انترلوكين 8 و1 و6. مش احنا واخدين ان انترلوكين 8 و1 و6 بيطلعوا ولا لا؟ يبقى اذا الاجابه الخاطئه هي. وطبعا لو كنت لقيت برضه ال سيلكتين كانت هتبقى خاطئه. لقيت ال سيلكتين وقولولي يا جماعه انتوا عارفين احنا ما بنلخبطش من انواع السيلكتين ازاي؟ ال مع ال بتاعت نيوتروفيل او ليوكوسايت. مش الليوكوسايت يا جماعه، مش النيوتروفيل دي ليوكوسايت ولا لا؟ فهيبقى عليها ال. فالليوكوسايت ال. طيب شاب هنا الانتجرين لايجن تبقى صح. لو هي انتجرين لايجن ما كنتش هتختار لانها تبقى صح. او جبتها لك ايكابه. ايوه احنا هناخد الايكابه يا جماعه ما تخافوش. دي رسمه اللي خدناها قبل كده مفيش داعي نعيدها. بصوا بقى دي حاجه متحركه، دي ظهرت ودي ظهرت. وبص بقى هيحصل ايه؟ ايوه هوبا. بعد كده يحصل حاجه. ايوه هوبا سبحان الله. قولوا لي دي ايه؟ ايه ماكروفيج؟ يا نهار اسود بقى صدوري هتقاصر. ما انا عارف انها ماكروفيج. انا بقول لك دي عشان اقول لك ايه؟ ايوه الله ينور عليك. لما بعمل ريكوجنيشن السيتوكاين بتطلع. طب تاني كده هي هتعيد نفسها يا جماعه. قمه الغباء ده، انا قلت دي هتنعنشكم شويه. بامب وبعدين بيرل. بصوا بقى البكتيريا اهو. بصوا هتنزل البكتيريا. بصوا تنزل لزقت في البيرل، بعتت اشاره للنيوكليس الشيل طلعت ماشي. يعني مش مقصر معاكم الكلام ده خلاص. انا كنت هجيب لكم بقى بعد كده حاجات بتاع عليه. بصوا بقى تون لايك ريسبتور صح اللي هم البيرل. حد فاكر هم ريكوجنايز مين؟ البامب. قولوا لي بقى اكزامبل للبامب. ال بي اس في كويك اسيد في لاجيلا وفي الدي ان اي بتاع الكويك. طيب بصوا بقى فاكرين لما قلت لكم ان التول لايك ريسبتور ممكن تبقى جوه الخليه؟ بصوا كده ادي الاندوزوم اهي. التول لايك ريسبتور 9 اللي هو ده بيتعرف على النيوكليك اسيد وهو جوه الاندوزوم. يعني بصوا القصه يا جماعه. دلوقتي عندك بكتيريا فيروس مات او بكتيريا ماتت بره الماكروفيج، والماكروفيج بلعت الدي ان ايه بتاعها، فيقوم الدي ان ايه داخل جوه الاندوزوم يعمل استيميوليشن للتول لايك ريسبتور ده عشان ابتدي بقى اشغل الماكروفيج. القصه دي مش عليكم خالص، انا بس بقول لك ايه ان التول لايك ريسبتور جوه الاندوزوم مش بس على سطح الخليه. طيب دي متحركه برضه. بص كده ها فاجوزوم، وبعد كده بص اللايزوزوم بقى هتطلع ويفقشوا ببعض فاجو لايزوزوم والبكتيريا اتقتلت. ايه يعني قولوا لي كام ميكانيزم للكيلينج؟ بالظبط اوكسيديتف ها ونون اوكسيديتف. والاخر مره رسمه، على فكره الرسمه دي عندكم في الورقه برضه. بصوا كده ادي الفاجولايزوزوم مكبرينها. بصوا بقى ادي البكتيريا الصفراء اهي. اول حاجه الاوكسيديز هيعمل فري راديكال ماشي، وبعد كده اللايزوزوم الكونتين اللي هي البروتيوليتك هتكسرها. يبقى هم دول الاثنين ميكانيزم اوف كده. الاوت كام قولوا لي لو انا نيوتروفيل ايه الاوت كام؟ بالظبط ديستراكشن وخلاص. طب لو انا ماكروفيج ودندريتد هعمل انتيجين برزنتيشن. بسم الله.
دي وياسمة عندنا. قولولي وياسمة دي خدناها ولا لا؟ اهم حاجة مين البرايمري لينفويد اورجان؟ السايبس والبون مارو. واخدين بالكوا؟ كل حاجة تانية تجيلك سكندري ريزلت. لا لسه يا جماعة قدامنا دقيقتين بس بس خلينا. دي الكتابة بقى البرايمري والسكند. قولولي حد فاكر البرايمري كان وظيفته ايه؟ development to maturation. طب والسكندري كافيتيريا need to interaction with function. جميل. primary برضه اهو. قولولي الرسمه دي خدنا زيها قبل كده. البلوريبوتنت ستيم سيل يا اما سكه المايلويد يا اما سكه الليمفويد. وقلنا كل الخلايا مايلويد كلها ما عدا الثلاثه الانفصال اللي هم الناتشورال كيلر والبي سيل والتي سيل. يبقى في الام اس كيو اي حاجه غير التلاته دول هتبقى تابع المايلويد ستيمسل. طيب بعد كده ماشي. بصوا بقى فاكرين السايبس؟ قولوا لي واحنا صغيرين بتبقى حجمها ايه؟ كبير قوي. شايفين؟ في الفيل. واحنا لما تقول تبقى كبير قوي كده اللي هي البني دي. بصوا بقى لما بنكبر بتبتدي السايز بتاعها يصغر جدا مع ان الاورجن اللي حواليها كلهم كبروا لكن هي بتصغر جدا. اخر حاجه بقى سؤال ايه؟ نعم. البرانش بتاع الفين ده اسمه ايه؟ نعم اخويا؟ نعم. برانش بتاع ايه؟ طيب يا كوتي كنت بحبك. يدفع يعني علامه انا في الاناتومي؟ بص طب يا اخويا جاوب بقى. ماشي يا بتاع الاناتومي. طبعا السؤال ده اهبل يعني. Removal of thymus in early life affect the function of which is. طب ما تشوفوا يمكن ما تلاقوش اللاتي. ولو ما كنتش لقيتها كان هيبقى دي نانو صعبه. يبقى ممكن انا اعملها لك ايه؟ نانو صعبه. طيب جميل. لان انتوا دايما اللي بيهز ثقتكم بنفسكم نانو صعبه. لا قول ما بنجيبش قول صعب قوي. عمرنا ما بنجيبها قول. ومعظمها بتبقى يلا بصوا اخر سؤال بقى. وفكروا لان برضه التلات مجاميع اللي فاتوا ناس غلطت جامد. بصوا بقى. Which is a characteristic of adaptive immune response and not innate. فاهمين السؤال يعني ايه؟ يعني عايز حاجه في الادابتف؟ يعني لو حاجه موجوده في الاثنين ما تختارهاش بره. ماشي؟ طيب واستنوا لما الاجابات كلها تظهر. اول حاجه does not distinguish the difference between foreign substances. بعد كده fast response has the same magnitude in response even in repeated infection. specific B and D يعني fast و specific. بس شفتوا الغلطة بقى؟ هل الأدابت fast هي فيها كل المميزات إلا إنها fast؟ طبعا احنا بنتكلم على primary مش second immune response. فإذا الإجابة specific. بس بصوا هقول لكم مواعيد يوم الاثنين زودت فيه معايا عشان انا عايز اخف من المجمع لان المجمع هتبقى كارثه يوم الجمعه في اكتر من